السلام عليكم، اهلا وسهلا متابعي قناه سمارت هوم حفيظ. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه البوله الذكيه من شاومي، يمكننا نتحكموا بها بالاوامر الصوتيه وبالدارجه او من الهاتف، ونبدلوا كذلك حتى اللوانات ديالها بالصوت او من الهاتف. مثلا انا اعطي واحد مجموعه ديال الاوامر، ماشي بالضروري اننا نطلبوا من المساعد الصوتي جوجل انه يشعلها بالخضر او لا يشعلها بالصفر مثلا، ولا بالالوان، ولا يطفي ولا يشعل ولا يزيد ولا ينقص في الاناره. مثلا انا نقول غير صباح الخير، هو غادي يبدل هذه البوله هذه للاحمر. اوكي جوجل، صباح الخير. مرحبا يا حفيظ. مرحبا أسيدي حفيظ، أنا غادي نشعل الضوء بالحمر. كما شاهدتوا هو المساعد الصوتي بدلنا البولة الأحمر. يوم سعيد. أو مثلا غادي نقول أنا مثلا، يعني تعطي الأوامر بالدارجة ولا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية ولا بأي لغة، وحتى الرد اللي بغيتي، يعني هادشي كتبرمجو. مثلا غادي نقول سأغادر المنزل مثلا، وهو غادي يعرض لنا حالة الطقس، وعاد غادي يبدل هذه الاناره الزرق، ولا يصوني عليك ولا يصيفط لك الجيميل ولا يصيفط لك ميساج، ولا المهم تدير تبرمج كيف ما بغيتي. اوكي جوجل، ساغادر المنزل. حسنا، تبلغ درجه الحراره في مكناس 16 درجه مصحوبه بغيوم. وخاء سيدي حفيظ، أنا غادي نشعل الضوء بالزرق. تمنياتي بيوم رائع يا حفيظ. ولا مثلا نقول له وقت النعاس، هو غادي يطفي الضوء. اوكي جوجل، وقت النعاس. وخاء حفيظ، أنا غادي أنطفي ضوء ديال البيت. ليلة سعيدة يا حفيظ. كما شفتوا معنا، أو من الأبليكاسيون، من التطبيق، كما كتشاهدوا نبدلوا الوانات من التطبيق، الخضر، خضر مغلوق، الصفار، الحمار، الأزرق. وايضا كما كتشوفوا في الشاشه، يمكن تعمرها مثلا على ساعه وتطفى، ولا على ربع ساعه، ولا ثلث ساعه، ولا شحال ما بغيتي، بحال اللي كتعمر شي ساعه وكتبرك على ستار. اولا مثلا يمكن نبدلو هنايا اللون ديال الغروب، اللون ديال الشروق، اللون ديال وضع الكتابه، هاد اللون مثلا هنايا كذلك، هو يبقى يتبدلوا اللوانات. بغيتي تبقاي تبدلو الوانات راسهم بلا ما تقيسهم لا والو، هاهم كيما كتشاهدو. وبغيتيهم بالزربه ولا بشويه، بغيتيهم بشويه كتنقص، بغيتيهم بالزربه كتزيد. وكذلك هي بحال شكل فارياتور، يمكن لك تزيد في الجهد ديالها شحال ما بغيتي، وتزيد في الجهد وتنقص، سواء من الهاتف كيما كيبان لكم في الشاشه، يمكن لك تنقص شحال ما بغيتي بحال الشكل هذا، او بالاوامر الصوتيه. مثلا انا نقول غير انا في الدار، هو غادي يزيد 50% مثلا في هذا البوله. اوكي جوجل، انا في الدار. مرحبا يا حفيظ. وخاء حفيظ، انا غادي نزيد فلو ديال الصالون 50%. كما شفتوا معنا، غادي نطفيو الاناره، وغادي نطلبوا من المساعد الصوتي باش غادي يشعل الاناره. غادي يشعل الاناره، وغادي تجينا مكالمه. فاش غادي تشعل الاناره غادي تجينا مكالمه هاتفيه، وايضا مكالمه صوتيه للهاتف. وايضا الا بغيتي يصيفط لك الجيميل يصيفط، كما قلت لكم هذه برمجه، كدير الاوامر اللي بغيتي، شعلت الدار كامله، المهم انت داكشي اللي بغيتي انت. اوكي جوجل، turn on light. Okay, sure, master, have it. كما شاهدتم معنا، هي المكالمة الهاتفية. وهي أيضا مكالمة صوتية
بالعربية. تشغيل إنارة الصالون انتباه حفيظ بودية للصالون شعل. حفيظ تم تشغيل إنارة الصالون انتباه حفيظ بودية للصالون شعل. الضوء ديال الصالون شعل حفيظ انتباه الضوء ديال الصالون شعل بالدارجة وكما شفتوا معنا كما كيبان لكم على الهاتف. ودابا غادي ندوزو للطريقة ديال ربط هاد البولة مع الهاتف. كنمشيو للبلاي ستور كنزلو تطبيق سميتو يل لايت. نكتبو يل لايت على هاد الشكل هذا. انا ديجا منزلو ندير اوبن وهنا غادي نبركو على اد ديفايس يعني اضافة الجهاز. نبركو على اد ديفايس هنا تيقول لنا باش غادي ناكتيفيو البلوتوث. غادي ناكتيفيو البلوتوث هنا تيقول لنا واش عندكم ليد ولا ولا ابليك ولا شنو عندكم يعني النوع ديال الجهاز. غادي نقولوا له عندنا بولا ما عندناش ليد. هنا الماركه ديال البولا هذه احنا عندنا د كولور لايت بالب 1 اس. هنا تيقول لك باش غادي تطفي وتشعل البولا حتى غيت سميتو تقريبا 5 ديال المرات. 1 2 3 4 5 6 7 المهم كتبقى تطفي وتشعل حتى تيتبدلوا اللوانات ديالها. تطفي وتشعل حتى تيتبدلوا اللوانات ديالها. تبقى تسني ولا حتى تولي كتسني واخا هادشي اللي كاتبين راه ماشي هو هذاك. هما دايرينها هي كما كيبان لكم في الشاشه 5 ديال المرات. تيقول لك تطفي وتشعل 5 ديال المرات. كتبقى تطفي وتشعل حتى تيتبدلوا اللوانات ديالها. حتى انا تبعت انا الطريقه ديالهم وحمقاتني. دابا بنا مخصو يشتغل شي شويه. ناكست كنبركو على ناكست هي الماك ادريس ديالها وكنبركو على ناكست. هنايا تدخل الريتور وكلمة المرور وكتبرك على ناكست. هو تيقلب على هي كونيكت كتبرك على كونيكت هو يتكونيكتا معاه. كونيكسيو ساكسيفيل كما شاهدتوا معنا تم الربط بنجاح. وهكا كتمشي للتطبيق يمكن لك تطفي او تشعل. وهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.